موجودين اليوم حتى ننقل لكم وقائع تنصيب وإقامة الكرادلة، رتبة إقامة الكرادلة اللي اليوم عم نشهدها واللي هي بتحدث تقريبا سنويا، ولكن اليوم المميز بأنه بطريرك القدس للاتين منذ تأسيس البطريركية اللاتينية سيعين لأول مرة وسينصب ليكون كاردينالا لدى الكرسي الرسولي وأيضا لدى الكنيسة الكاثوليكية. لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع طبعا نعرف تفاصيله وحيثياته وتبعاته وأهميته التاريخية السياسية وأيضا الدينية. رح ينضم لنا الأب الدكتور رفعت بدر مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام. صباح الخير أبونا. صباح النور، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. صباح الخير. مبروك للبطريركية اللاتينية البطريركية بالفعل إنه هاي أول مرة بيكون بطريرك اللاتين في القدس كاردينالا. نعم. تحكي لنا عن هاي الأهمية. يعني طبعا صباح الخير للجميع مشاهدي رؤية وعبركم على كل مجتمعنا الأردني الرائع. نحن اليوم في ساحة الفاتيكان كما ذكرت ليلك، وهذه الساحة التي تشهد الأحداث الكبرى التي يترأسها خليفة القديس بطرس قداسة البابا فرانسيس، وهو الخليفة 265 للقديس بطرس. يعني حدث جميل اليوم إقامة كرادلة، لأن الكرادلة هم المعاونون المباشرون لقداسة البابا لإدارة الكنيسة الكاثوليكية في العالم. اليوم نشهد ولادة 21 كاردينال من مختلف أنحاء العالم، لكن لهذه المرة صبغة خاصة لنا نحن أبناء البطريركية اللاتينية سواء في فلسطين أو في الأردن أو في جزيرة قبرص، أن بطريركنا بير باتيستا بيت سابيلا سيصبح كاردينالا لأول مرة في التاريخ. حدث كبير، فخر كبير، لأن كنيسة القدس تستحق فعلا هذا الاهتمام وهذا الإعلاء من شأنها. نعم. ومن صوتها. نعم، إعلاء من شأنها ومن صوتها. أدي هذا الموضوع حيكون فيه له تأثير سياسي أيضا على المنطقة. يعني عندما يتكلم كاردينال يختلف بدرجة رفيعة جدا عما يتكلم بطريرك محلي. لماذا؟ لأنه معاون للفاتيكان، وبالتالي هنالك هذه الصبغة المسكونية العامة في العالم، تأثير قوي أن الكنيسة الكاثوليكية تتكلم خاصة كما قلنا كمعاون للبابا. لذلك عندما سيتكلم من القدس سيبقى في القدس طبعا، لن يأتي إلى الفاتيكان، فيش له مكتب مخصص في الفاتيكان، هنالك بعض الكرادلة لهم مكاتب هنا بحسب مسؤوليتهم، لكن الجميل أن الكاردينال العام في الكنيسة الكاثوليكية سيبقى في القدس. لذلك عندما سيتكلم سيكون لذلك شأن كبير جدا، وسيسمع صوت القدس والمقدسيين وأبناء فلسطين وأبناء الشرق الأوسط بطريقة رائعة ومسموعة أكثر بإذن الله. نعم، يعني إحنا بعد دقائق إذن البطريرك بيير باتيستا بيت سابيلا سينصب كاردينالا لحتى يكون أول كاردينال للبطريركية اللاتينية في القدس، ليكون أول كاردينالا. رح نتابع مع بعض، وأكيد الأجواء يعني إحنا على الساعة 10 يفترض أنه بيكون وبتبدأ مراسم 10 بتوقيت روما، 10 بتوقيت روما، بيكون 11 بتوقيت الأردن بفرق التوقيت طبعا. حضر وفود عديدة اليوم لحتى يكونوا موجودين بهذا التنصيب، لأنه زي ما ذكر أبونا هو اليوم رح يكون تنصيب 21 كاردينال من بينهم البطريرك بيير باتيستا بيت سابيلا اللي رح يصير بعد وقت قليل رح ينصب كاردينال. فأكيد إجا وفد مشارك من الأردن وأيضا وفد مشارك من فلسطين. أبونا اليوم إحنا عم نحكي عن بطريرك القدس للاتين. نعم. هو مسؤول خلينا نحكي روحيا عن الأردن وفلسطين وأيضا قبرص. نعم. نعم. يعني هاي البطريركية اللاتينية المنطقة الجغرافية التي يديرها روحيا ككنيسة كاثوليكية، لكن هنالك أيضا الكنيسة الأرثوذكسية، الكنائس الشقيقة التي سيتعاون معها، مثل ما هو يعني دائما هو بالقدس من 34 سنة، يعني مش جديد على بلادنا، لذلك سيعرف كيف يوازن كل هذه العلاقات داخل الكنائس الكاثوليكية، داخل الكنائس ككل، وكذلك وهذا مهم جدا الحوار والتلاقي الدائم واليومي مع إخوتنا المسلمين. شكرا أنك ذكرتي أنه هنالك وفد من الأردن يترأسه عطوفة أمين عام وزارة الخارجية ماجد القطاوني. هذا كبير جدا كحدث أن الأردن ممثل، هنالك 9 نواب يعني قادمون أيضا من الأردن، السفير الأردني لدى روما الأستاذ طبعا معالي قيس أبو دية، وكذلك وفد رفيع من فلسطين. نظرا للحمة الروحية بيننا في عمان وبين القدس، هنالك الوصايا على المقدسات، هنالك
هناك اللحمة الروحية البطريركية اللاتينية التي تدير عددا من المؤسسات وخاصة المؤسسات الروحية ككنائس والمؤسسات التربوية كمدارس. هذا شأن كبير، حضور جميل يزهو اليوم بهذا الحضور الرائع. وطبعا لدينا وفود من الأساقفة من الكهنة، أكثر من 30 كاهن جاءوا من الأردن وفلسطين. لدينا أيضا وفد المركز الكاثوليكي الذي تشرفنا قبل يومين بمقابلة قداسة البابا وأهديناه أثمن ما لدينا مياه نهر الأردن العزيزة. نعم، ومن هاي يمكن هاي النقطة أبونا دائما منركز، ويعني حاضرة الفاتيكان دائما عم بتركز على هذه الأماكن المقدسة اللي موجودة في الأردن. صراحة أنا كنت موجودة بهذا اللقاء، كان جميل جدا خاصة لما قداسة البابا ذكر الأردن وذكرنا في صلاته وصلى لقيادتنا وملكنا الملك عبد الله الثاني الله يحميه. طبعا يعني زي ما ذكرنا بعد قليل راح يتم تنصيب البطريرك بيير باتيستا بيتساب الله ليكون كاردينالا. طبعا الحضور من المتوقع أن يكون موجود من 30 إلى 35 ألف مشارك في هذا التنصيب لحتى يحضروا. طبعا أمامنا اللي عم نشوفها هي بازيليكا القديس بطرس، وإحنا موجودين بهذه الساحة، ساحة الفاتيكان أو ساحة القديس بطرس. إذن يعني كمان شوية راح تبدأ هذه المراسم، مراسم التنصيب. كلمة أخيرة أبونا بحب أنك تحكيها. مبروك لكنيستنا، وهذا شرف كبير ليس فقط للمسيحيين وإنما لكل سكان الأردن وفلسطين بأن واحدا منا يصبح كاردينالا معاون لقداسة البابا، يسمع صوت الشرق الأوسط لحاضرة الفاتيكان. مرات كثير كنا نسمع في الصحافة يعني انتقادات أين الفاتيكان من أحداث الشرق الأوسط، اليوم صار واحد منا وفينا في حضرة الفاتيكان. نأمل فعلا أن يسهم ذلك برفع معاناة الشعب الفلسطيني، باستقلال فلسطين، وبالتالي بإشاعة أجواء من السلم التي تسعى إليها قيادتنا الهاشمية ويسعى إليها كل مواطن ذو إرادة صالحة. إذن شكرا لوجودك معنا للدكتور فؤاد بدر مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام. شكرا لكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك. إذن هلا رح نترككم حتى نتابع هذه المراسم. إذن بعد قليل رح يكون في صوت للشرق كون الكاردينال البطريرك بيير باتيستا بيتساب الله الذي سينصب كاردينالا، ومن خلال هذا التنصيب سيسمع صوت الشرق الأوسط الأردن وفلسطين. بالعودة إذن إلى استوديوهاتنا في رؤيا إلى الأردن إلى دنيا يا دنيا. Thank you.